صباح النور وصباح الورد والفل والياسمين، هاني جيت. والله يا البنات، الله غالب الله غالب الله غالب، ما عادش باش نبرر لكم، خاطر الظروف هي اللي تحكم. والله ماذا بيا نهبط فيديوهات اجور، ماذا بيا ديما معاكم، ماذا بيا اما ما باليد حيله. المهم شنو احوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحه جيده واموركم على العال. كهو البنات، هذا فيديو جديد. خلينا نصلي قبل كل شيء على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. البنات، الفيديو هذايا شوفوا البنات، تو باش نعملوا قاعده هكا، هذا عصير منزلي وشويه شوكولا من اللي جابتهم اختي، كل شويه لوز شويه كان نتنفسوا شويه شويه باش نقعدوا. البنات خاطرني الايامات هذه كلها، لا هي صدقوني يا البنات، لا هي للعنكوش كيما يقولوا، لا هي على الاخر على الاخر. بالطبيعه البنات ماكم تعرفوا، كنت في سوسه عدت 3 شهور موش شوي، المراه تغيب على دارها حتى جمعه، الدار تلقاها حصيل ما نحكي لكمش، خلي 3 شهور. وكل جيت هو راجلي يروح قبلنا هكا بجمعه، نظفوا كل ماكم تعرفوا، مش كيما تنظيف المراه مش كيما تنظيف الراجل. اكاو البنات عاد قلت خليني نبدا بالبيت بالبيت، بيت بيت دار دار زقه زقه. حصير البنات بديت بالكوجينه واللي هي الاصعب، بديت بالكوجينه وبطبيعه باش نطيب فيها وكل شيء. تو بحكم صيف النجم حتى الكل نرقدوا مع عادي في الصاله عادي، انا نظفتها كل ما قلت خلينا نبدا بالكوجينه. البنات هذا اللي نوري فيكم تو فيه، هذا راهو زنجبيل جابته اختي من فرنسا. البنات هايل برشا المناعه، وما بتعرفوا الزنجبيل اش فيه من فوائد، شوفوا هو كيفاش مرحي وككعابر صغيرين. هذو ما تسخنوا الماء الدافي وتحطوا منها معناتها كيما تحبوا انتم، ذوقوا تشوفوا كان الطعم سيبون هاكا سيبون، كان هي ناقصه شوي تزيدوا، ومن غير سكر طبيعي ومفيد حصيله، عجبنا على الاخر على الاخر، وباين للصغار والكبار حاجه طبيعيه وحاجه باهي. اقروا على فوائد الزنجبيل عديده لا تحصى ولا تعد. باهي لبنتك عملت منها، عملت منها حتى للصغار، اما تو قلت خليني نعمل منها معناها اني وراجلي، حط مع شويه كشوكولا وكل. المهم البنات وبديت البنات بديت بالاصعب، قلت لكم بديت بالكوجينه. شوفوا البنات البوتي هذه الدبوزه فيها الشوكولا، الانواع الشوكولا الانواع الشوكولا اللي نحبهم، ستيكرز هذيك الله اسمها والله نغلط فيها. المهم وفيها مارس وفيها حصلوا الانواع الشوكولا هذه، ريس الشوكولا هذه كنشوفها سنيكرز هذيك، وفيها انواع الشوكولا اخرين مارس وجالاكسي وبرشا برشا انواع اللي نحبهم حصيلو. وبنان على الاخر على الاخر اللي بالشوكولا واللي فيهم الكراميل، حصلوا انواع عديده. يعطيها الخير وخيتي. وبديت قلت لكم بالكوجينه، واول حاجه بديت بها هي لكوان كافي، بديت بالكوان كافي حصيلو نظفته بالكدا بالكدا، كنتو فيه ولا ابيض يلق نظيفك الغبره كالتراب، الدنيا الكل تنحت ولا نظيف يشره يشره يشره، وكان رخامات حكيتهم كان حيوط هاكا حصلوا تشوفوا شنو عملت في الفيديو. باهي البنات باش توا حبيت نحكي لكم زادا في موضوع، الموضوع اللي باش نحكي فيه البنات والله سبحان الله، هو قال لك المنكر غيره ولو بلسانك. حبيت بلساني معناتها نتكلم فيه الموضوع هذايا، وربي يهدي الجميع. شوفوا البلايص هذي وين حاطه الكوان كافيه، شوفوا حكيتها بالكدا بالكدا بالحيوط بالفيونس بالطبيعه بالرخامه حكيتها بالكدا رقيتها نظفتها مليح مليح حصيلو البنات. وهاني تو باش نبدا نرجع بشويه، شفت الكوان هذايا الوحده هذه سيبور نظف شيحتها مليح مليح، وبعدين باش نرجع فيه معناتها الحاجات نتاع. شوفوا لهنا البنات عملت هذاك الليد عملته دي باناج وبعد نحيته معناتها قلت خلي. المهم وكا حطيت فيه هذا الراديون نتاعي نظفته، شوف كيفاش ولا يلمع. ديما كي نبدا في الكوجينه لازم يبدا كالراديون هكا يغني ويونسني وكل. المهم البنات خلينا نحكي في الموضوع، ومانيش باش نذكر الاسم بالطبيعه. البنات شفت حاجه تصدمت الحقيقه، جي دي بيان تصدمت وبشده تصدمت بصراحه. فما قناه كنت اتبع فيها باهية معناتها، هي قناتها مش كبيره صغيره،
نتبع فيها ونشجع فيها، وبرشا بنات ما شاء الله عليهم يشجعوا فيها باش قالتها تكبر وكل شيء. اما كنت نتبع، اما راهني شفت عندها فيديوهات بصراحة لبسة جدي بيان، لبسة ماهيش محترمة متاع امرأة كيما نقولوا فيها، عندها صغيرات وكل شيء وكل. بصراحة نحنا راهو ديننا الإسلام، مانيش داعية ولا حاجة ولا، اما فما ليميت، فما ليميت بصراحة، فما حاجات ما لازمناش نخرجوا عن نطاقها. وكاني ما عنديش الحق، بربي يقولوا لي في الكومنتات ما عندكش الحق. والله هي البنات معنتها بصراحة، وسامحوني في الكلمة، شيء معنتها مبزع في قدام الكاميرا، معنتها تصور والكاميرا كيما نقولوا فيها موجهة على البصام، بصراحة سامحوني في الكلمة، على المؤخرة متاعها شي يعمل العار. لابسة ما كيما نقولوا سروال ولا حاجة هكا اجستي ولا روبة تبدأ الظهر وكل شيء، هذا معنتها بصراحة ماهوش معقول. حاجة تدوخ، ديجا هي نعرفها صاحبة أخلاق عالية ومرأة باهية وكل شيء وكل، معناتها نشوف تصاور جي سوي شوكيت، اصدمت. شوفوا البنات ننظم زاده في الكوجينه، نحيتهم الكل، بناتك من اللوطه تحت لوجه قول فلكرات كل وكل معونه غسلت. حتى التصوير قلت لكم سامحوني الظروف ما نجمتش، خاطر التصوير يعطل راه البنات، قلت وصورت معاكم قبل قلت نقعد نعاود كل شيء، هيا تنوريكم شويه شويه. اما البنات بصراحه بصراحه والله لا لقيت الوقت باش نصور، ما نكذبش عليك. قبل ما ننسى البنات، حبيت نقدم كلمة هيك لأشقائنا في المغرب اللي جراء الزلزال اللي توفوا، إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله مأواهم الجنة، واللي جرحى ربي يشفيهم، والحالتهم حرجة زاد ربي يشفيهم. بصراحة قلوبنا الكل تواسوا، العرب بدول الكل قلوبنا معاهم وتوجعنا عليهم، و الله غالب، هذه حاجة ربي، الواحد ما نجم ما يعمل حتى شيء، مي بصراحة شيء يأسف وشيء يبكي، وربي معاهم وربي يرحمهم، وربي يرحم الأحياء والأموات، بالطبيعة رحمة ربي تشمل الأحياء والأموات. شوفوا لهنا نوريكم في الدنيا كيفاش مسخة كل شيء، هذاك مازلت ما نظفتهاش، ونوري فيكم كيفاش حاجات نظمتهم وكل. اما والله يا البنات صحيح تعبت فيها كل الكوجينه، مي الحمد لله في الاخر ارتحت حاجه، كان حمل كان فوق كتافي، وكيف نظفت الكوجينه معناتها الحمل هذاك مشي على روحه، عرفتوا ارتحت لهنا البنات. او مام طون او مام طون زاده هاني قاعده نطيب في الفطور، راجل يحب العدس برشا، راني طيبت العدس حصيله. ولهنا هيك حكيت عودت بعد ما عملت كلها، قلت خلينا نعمل لك الحكه، عملت نكيت هيك جفاء للتعقيم والنظافه، ريحه الجفاء بصراحه باهيه، شباك هذا نظفته زاد كيف كيف، حاصل الشباك نتاع هذا يحلك على دار جارتي وجيراني من حاصل البنات، وعندي وحبيت البنات زاده طاقتك السلبيه حاجات من قالت المعون هذا بريسك شطره، كل ما نجي باش نرجع للكوجينه باش ننزل داري الاخرى وكل اللي باش واللي باش يطعطع باش نعطيه، واللي باش ننزل داري الاخرى باش نهزه، ومانيش باش نخلي حتى شيء. عملت صدقوني البنات المره هذه عملت كوراج بالكدا بالكدا، وعملت رافل على الدار وكل الزايد وكل خرجته، كانوا في الدبش صغار، كانوا في الدبشي خزانتي معناتها، وكل كان في الصاله الزايد كلها نحيته، يزيني من القربج يا اخي باش نوقفش باش نستعمله، وقربج مع قربج مع قربج، ولا قرابش والقرابش هذوك ما خويا شكون باش تتعبى الدار، وقريب يخرجنا المعون والدبش وكل شيء، اللازم في اللازم خليته، والباقي كل زكيه خرج عليك، ما عندي ما نعمل به، يزيني الحاجه المشقوقه، الحاجه المكسره، الحاجه المشعوره، الحاجه كذا نحي، كل تحط لك الطاقه السلبيه يا زكيه، نحي عليك يا زكيه، ما تخلي حتى حاجه اللي ماكش مقتنعه بها، وخرجي الحاجه. وديما هذه هذا مبدا في حياتي، نستعمل كان السمح ونستعمل كان الباهي، هذه تابلت جهات قاعده تشرج، نعمل كان السمح ونعمل ونطيب كان في الباهي، الضيوف بطبيعه نكرمهم في حاجه سمحين، وزكيه وعائلتها تاكل في الحاجه السمحه والباهي، فهمتوا؟ وهذه تابلت مرام هي تتشرج. تو سي الصغار قريب القرايه تجي باش نحي لهم التابلتات، سي نخليهم كل حد نعطيهم شويه يلعبوا بالتابلتات وكل، يطيروا حتى القلق، ما تعرفوا الصغار محصورين وكل شيء. اما في القرايه لا نو تابلت بصراحه، فهمتوا؟ خلاص هذا كل شفتوه، هذا كل باش نحي الكترو هذا من نجم تاعي لهنا كل منظفتهم ريكلتهم وحطيتهم غاديكا.
هكا شوفوا كيفاش نظمت الكوجينه وغسلت الماعون نتاعي وكل تاع الحوارات غسلتهم ونظفتهم والحمد لله. نكمل لكم عاد البنات قبل ما يوفى الفيديو كل على القناه هذه بصراحه. وفما شكون حكي على قنوات اخرين حكولي عليهم اما ما نعرفهمش الحقيقه، مي هذه شفتها كنت نحكي معاها، معناها شك فوا نحكي معاها وكل شيء، اما تصدمت. ربي يهديك ربي يهديك، وانا بصراحه سامحيني معاش باش نتفرج على خاطر نحب كيف نشجع محتوى نظيف، هذاك نؤجر عليه. كيف نشجع محتوى كيما هكاك صحيح هي تعمل روتينات وكل شيء، اما اللبسه على اللبسه زاد الانسان يكون محترم فيها، معناتها مش الواحد يشجع العباد على حاجه كيما هكاك، هي حره في حياتها. مي يعني واحده من الناس ما يساعدنيش باش نشجع واحده مثلا تبدا لابسه لباس غير محترم وتبدا لابسه حاجات بصراحه ماهيش ما تليقش لا بها لا بديننا لا معناتها لا باخلاقنا. لا بصراحه ما نحبش نشجع محتوى كيما هكاك، حتى كان محتوى نظيف تعمل روتينات كل شيء ما فماش علاش مركزه الا الكاميرا على البصمه نتاعها على الدرير نتاعها، ما فماش علاش. هذه حاجه خايبه تقعد لك في صحيفتك نهار اخر. الموت راهي هاي تكركر، الموت راهي كل يوم. الانسان ما يعرفش على روحه وقتاش يموت، حاجه من عند ربي تكوني لاباس عليك فجاه تسمعي بفلان وفلتان وكذا راهو توفى ويبدا لاباس عليه ولا كذا. الموت ماهيش بالعمر، ربي وقت لكل حد تجي ساعته راهو يقبض له روحه، ولهذا ماذا بينا نخلو كان النظافه والعفافه في مسالتنا الحياتيه هذه. البنات وربي يهدي الجميع، وراني ما نعظمش بطبيعه كما يقولوا اللي يعظم يتبلاه، اما راني ندد على حاجه كما هذه وباحترام وكل. شوفي ربي في روحك، شوفي ربي في صغيراتك، معناتها وخافي من ربي سبحانه. راهي فلوس اليوتيوب حتى شيء قدام الستره، حتى شيء قدام الاخلاق، حتى شيء مهما يكون المحتوى اللي تقدمي فيه. هذيك تكسرت لي واحده منهم وباش نحاها البنات، مانيش باش نعمل البنات هذا البيسين كنت حطيتها معبي بالماء ياسر يهز ماء كل شيء، هاني كيما تشوفوا مفرغ فيه. وعملت البنات راني غسلت الكواتات الكوفرتات، عملت ميناج كبير كبير في داري كاني باش نسكنها من الاول وجديد يا البنات. وصيبت الماء في الدروج ونظفتهم ورجلتهم وكل الغباب التراب الدنيا الكل الحمد لله. توا دويرتي نظيفه ونزرف في روحي قبل الرونتري سكولير، خاطر من بعد باش ندلها بابني. هذوما حشاكم البوبالة عزكم الله، هذو هنا شاحوا وانا حطهم على الكراسي، قلت خلي زيت نضربهم شويه نسمه بعد ما نكمل الميناج لداخل نطويهم ونحطهم في الامبلاج نتاعهم ونخبيهم. والزاد اقول زايد عليا باش نهز كيما قلت لكم لداري الاخرى. البنات هذه زاد نتاع هذه نتاع بورتشوسير هاني نمسح فيها ومسحتها من داخل ورجعت لها الصبابط اللي فيها الكل باش نحطها في بلايصتها. وشوفوا الدنيا مسيقه وكل والحمد لله البنات. هذا هو الفيديو نتاعنا لليوم، ان شاء الله يكون يعجبكم ونال رضاكم وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد، وان شاء الله ما نبطش عليكم وتفرجوا لي في الفيديو للاخير. يعيشكم يرحم والديكم، ما فيش برشا فيه بريس 14 مينيت معناتها مش برشا. نحبكم برشا برشا، ولنضموا جد القناتي مرحبا بكم، وان شاء الله تزيدوا تنضموا 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 وتكبر قناتي المتواضعه بكم. نحبكم برشا برشا ويرحم والديكم الناس الكل، وعودة مدرسية موافقة لصغيراتكم وكل الطلبة الكل، إن شاء الله بنجاح للجميع، وإن شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل في قنواتنا وتكبر وتصير من أكبر القنوات. المهم محتوى نظيف يا البنات، محتوى باهي، كلام باهي، كلام موزون، راهو كل شيء بقدرة ربي، واللي كاتب لك من ربي تاخذيه. هيا بسلام الناس الكل وفي أمان الله.